زيك فان علي صوتك. فما كلكو كريتيك قلت لك لي كومونتير جاوا على لي انترفيو نتاعك على موزايك وحتى على الفيسبوك كلكو كريتيك يقولوا اللي الباكي نتاع اي لوف تونيزيا تعطات الاجنس في فرنسا علاش معناه علاش اختار سي مهدي حواس الاجنس هذه فرونسيز الوغ كما فماش دي كومبيتونس توينس مشاركين في الكرياسيون نتاع الواحد هذا شني اجابتك انت حاجتين ساهلين اجابتي سهله ياسر اولا اخترت اجنس مستانس نخدم معها وقت تسميت وزير وانا مازلت في فرنسا تسميت وزير نهار الخميس نهار الجمعة بديت نخمم على اللي لازمني نعمله نهار السبت اخترت اجنس وقلت لها اسمع عندك في الجمعتين هذوما نحب نكون على التلفزيات واللي ميديا متاع فرنسا الكلهم اللي هما TF1 France 2 France 3 France 5 France 24 الراديوات والجرايد الكلهم هذيك بالنسبه لي انا قلت سي اون كومبيتونس بلو فرونسيز ك تونيزيان بتاتر عمل دغلط ما علاش لا ثانيا دي كومبيتونس يعني تونيزيان معناها بالنسبه لي كنت لا مش مانيش نحكي على الانفورماتيك نحكي على البريزونس ميدياتيك وكان ريت البريزونس ميدياتيك نتاعي في فرنسا اللي باش نجبد بها لي توريست هذيك اللي حاجتي بها ثانيا جاتنا فكره نهار الجمعه 11 فيفري 11 فيفري قلنا نهار الاثنين 14 فيفري سي اون دات ماجيك شهر بعد الثوره وهي لا سان فالنتين معناها نجم نقول الفرنسيس انا ناوي باش نجبد داك المليون ونص توريست فرنسيس يرجع لنا باش نقول لهم يجاو اعملوا لنا ديكلاراسيون دامور ويجاو قولوا لنا اللي تحبوا تونس جاتنا الفكره هذه وعملنا ايفيكتيمون اون باج تسمى سيت انترنت ريت السيت انترنت اي لوف تونيزيا بالنسبه اللي كنت قداش تسوى نجم تجاوبني فكرتك انت اعطيني زعما 1000 100000 ولا مليون دينار اش تقول انت قداش كلف انت قول لي قداش انت قول لي 1000 دينار 1000 دينار نعملوا عليها قاوق ونولي ونقولوا اللي حقرت لي كومبيتونس تونيزيان اللي انا انسان مهدي حواس عندي شركه قبل ما كنت وزير كانت عندها تالون 100 مهندس يخدموا في تونس زعما ما نعرفهمش لي كومبيتونس تونيزيان هذا حاجه تعمل دونك هذيك الباج تعملت بألف دينار ثانيا لي برجمون تاعها كلمنا لاتي نهار السبت جاوبنا لاتي نو سومز اون غريف وين نحطها لاباج انترنت نبدل نقول سان فالنتين معش 14 فبراير نستنى حتى لين لاتي تخرج من الكريف ولا نمشي نحطها وين نجم هذا مش معقول معناها مش معقول صارت اون كابال انومابل وجماعه تعمل في البيتيسيون سي مهدي حواس ما يعرفش لي كومبيتونس تونيزيان يجي يقابلني السيد يطلب من عندي موعد ونوريه قداش نعرفهم لي كومبيتونس تونيزيان عندي 100 مهندس انا يخدموا في تونس وانا الوحيد اللي نخدم فيهم مش معقول شيء اخر حاجه انا نوصل لك قبل ما تقول لي اخر حاجه نقول لك انا شيء يوجع القلب خاطر واحد يجي باش يخدم بلاده وهكاك يقولوا عليه مش معقول وانتم زاد عندكم مسؤوليات لازمكم تحملوهم اي نحن نوصلوا زاد الاجابات نتاع خاطر يبدا البارتنير الثاني مع اللي زاد تعملوا بحث قبل ما توصلوا الاجابات نتاعها تقولوا هذا مش معقول اللي يقول فيه هذا السيد هذا مش معقول بكل يجي وقت ونتحاسبوا معاه لي زانترنوت زاد فما كريتيك ويقولوا زاد على الفيسبوك بوتيتر انت سيت الوزير مش اللي خلت لك اما اللي قاعدين يقولوا اللي على السيت نتاع المينيستير نتاعكم فما كو لي كومونتير بوزيتيف معناه كاين نرجع للسيستم قبل اللي بوزيتيف يتعدى يفاليدي ويحطوه على السيت واللي ماهوش بوزيتيف ما يوصلش لسي مهدي حواس شنو رايك لهنا والله باش نقول لك انا توا الفيسبوك محلول معناها فما البوزيتيف وفما النيجاتيف كي تشوف سيت المينيستير واش معمول باش وجه المينيستير معناها انا تحب نهربهم التوريست ولا تحب نجيبهم تحب نقول لهم ما تجيوناش ولا تحب نقول لهم يجيو بالنسبه للمينيستير بالنسبه للوزاره زعما تحط لي لي ميساج بوزيتيف ولا لي ميساج نيجاتيف والله ما فهمت السؤال عندكم الفيسبوك مسيب حطوا لي كومونتير اللي تحبوا عليهم اما على الاقل على شرط واحد كي حاجه ما تعرفوهاش يجيو سهلوني ما تبداوش تقولوا اللي يجي مش معقول راهو فما دي زارتيكل راهو تكتبوا على الفيسبوك
اي معناها توا اللي هذا عنده اللي هذا يحك راسه ويبدا يكتب ارتيكل. معناها انتم خدمتكم دافعوا على خدمتكم. معناها انت قلتي اتصلوا بيا باش يلقاو الاجابه ويوضحوا ايجيه ونساء. نحن ويعطيك الصحه ويعطيك الصحه. انتم جيتونا وانا قفت معاكم. يعطيكم الصحه. حاجه برك لازم العباد تريض وشويه هدايا خاطر لازم واحد يخمم قبل ما يكتب. ما دبر راسه توا بلاد الحريه هكا ولازم نتعلموا زاد خاطر الحريه ماهيش سهله راهي. لازم الواحد يتعلم اش معناها الحريه. الحريه نتاعك تبدا وتوفق قدام الحريه نتاعي. مش تجي تعفس لي على ساقية خاطر انت حر. مش هكاك الحرية. الحرية لازمها عندها وعندها وين تبدا وعندها وين توفى. ولازم كل واحد يحترم جاره. شكرا لك سيما. عايشك بارك الله.